ازيكم يا دكاترة. طبعا الموضوع الكبير بقى اللي في الاي سي جي اللي هو كلمة اريزميا، او كلمة صح طبعا هي كلمة ديسريزميا، اي لخبطة في الريت او في الريزم او في العلاقة ما بين الاتريوم والفنتريكل، الاتريو فنتريكل ريليشن، دي بنسميها اريزميا، او الاسم الاصح طبعا هي كلمة ديسريزميا. ليها تقسيمات كتيرة، ممكن تبقى تاكي اريزميا يعني الهارت ريت بيبقى اكتر من 100، ممكن تبقى برادي اريزميا يعني اكتر من 60. سواء كانت تاكي او برادي كل منهما ممكن تبقى ريجولر او تبقى ها الريجولر. ريجولر تاكي اريزميا يعني لقيت الكلام ده يتجمع في سكيم حلو قوي. انا عملته كده فيديو تقريبا 16 دقيقه، انتوا هتشوفوه الاول وبعدين تيجي تشوف الكلام ده هيبقى سهل. ريجولر تاكي كارديا ساينس تاكي، باروكسيزمال سوبرا فنتريكولر تاكي كارديا، اتريال فلاتر وفنتريكولر تاكي كارديا. الاربعه دول اول حاجه لازم تكون حافظهم. لما اقول لحضرتك كلمه ريجولار تاكي كارديا لازم ترص الاربعه دول، وبعد كده تمسك كل واحد من دول تعرف هو شكله عامل ازاي عشان تفرقه عن الباقين، بعد كده تدخل في السكيم وتتكلم عليه. وفي الريجولار طبعا الريجولار تاكي كارديا اتريال فايبريشن ونصيب الاسد، الاكسترا سيستول لو كان مثلا فنتريكولار تاكي كارديا او حاجه، اذا كان في باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار فاريبل هارت بلوك مش مهمه، اتريال فلاتر وفاريبل هارت بلوك برضو مش مهمه، انا يهمني اي اف واكسترا سيستول. لو كان عندي برادي كارديا وكانت ريجولار خمس حاجات: ساينس برادي، فيريز ديجري هارت بلوك، نودال ريتم، كومبليت هارت بلوك، بارشال فيكسد هارت بلوك اللي هو الموفيز 2 في نوع منهم بيكون ماشي كده ايه فيكسد منتظم، او الريجولار طبعا انا يهمني في الريجولار السلو اي اف، ويهمني اللي هو موبيدز 1 او حتى تايب 2 هارت بلوك اللي هو عارفين الموبيدز 2 ده في منه نوعين، يا اما يبقى حاجه فيكسد يا اما حاجه فاريبل، وده شرحناه مع الهارت بلوك. اللي عايز اعمله في الفقره دي يا اولاد او في الجزء ده بقى، انا عايز امسك كل واحد من دول وابدا اقول لك ازاي بتميز ده، تميز ازاي المرض ده، تميزه ازاي، تميزه ازاي، عشان كلهم في الاخر بيجمعوا في سكيم من الحاجات الحلوه قوي. اولا ساينس تاكي كارد، يعني ايه ساينس تاكي كارد؟ يعني اس نود اتجننت بقت تضرب بسرعه، هي اصلا البيس ميكر. واخدين بالنا الكرايتيريا ريجولر، الريت سريع، البي ار انترفال شورت يعني والدنيا ماشيه بسرعه، لكن كل حاجه نورمال، كل بي فولود باي كيو ار اس. وعلى فكره البي شكلها طبيعي والكيو ار اس شكلها طبيعي. بص يا ولاد، هو رسم قلب طبيعي، يعني هو حاجه طبيعيه جدا، هو كل ما هنالك بس كل اللي حاصل، كل اللي حاصل في الموضوع يعني بص دي تي بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي بي، كل ما هنالك انها الدنيا ماشيه سريعه ماشيه سريعه، لكن كل حاجه فيهم بتبقى طبيعيه. يعني لو كان رسم القلب كل حاجه فيه طبيعيه لكن كل ما هنالك بس انها سريعه، يبقى دي حاله على طول قولا واحدا، دي حاله ساينس تاكي كارديا. باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا دي اريزما بتطلع من الاتريوم او بتطلع من الايفي نود، يبقى سوبرا فنتريكولار فوق الفنتريك اللي هي احتمالين، يا اما تبقى طالعه من الاتريوم يا اما تبقى طالعه من الايفي نود. حلو كده. لو كانت طالعه من الاتريوم، احنا عارفين الاتريوم الممثل الرسمي ليه اصلا، الممثل الرسمي للاتريوم هو بيكون البي ويف، فدول لازم تلاقي عندهم البي ويف يبقى شكلها كبير شويه، شكلها تبقى ديفورمد شويه ولا حاجه، يبقى شكلها ديفورمد، فبالتالي بتلاقي رسم القلب بتاعك سريع، هو ريجولار تاكي كارديا، البي ويف شكلها ديفورمد لكن كل حاجه بعد كده طبيعيه. يعني تيجي تبص كده مثلا هنا شايف ادي البي، شايف طويله ازاي كبيره ازاي شويه، ثم كيو ار اس البي ثم كيو ار اس وهكذا، لكن كل اللي حاصل فيها بس ان البي بتاعتنا بتبقى ايه، بتبقى طويله كده شويتين. لو كانت طالعه من الجونكشنال او نودال ذا سيم، يعني خد بالك يعني الاي في نود هي اللي بتدي الاشاره دلوقتي فهتشغل الاتريوم من تحت لفوق، لما تشغله من تحت لفوق فهتبقى البي ويف بتاعتك انفرتد، ولو حصل ان الاتريوم والفنتريكل هما الاثنين اشتغلوا مع بعض، لو حصل ان هما الاثنين اشتغلوا مع بعض فهتبقى طبعا ابسنت، يبقى هي انفرتد يا ابسنت. يبقى لو كانت البي ويف انا عندي ريجولر وتاكي كارديا والبي ويف دي فورمد انفرتد اور ابسنت، يبقى الحاله بتاعتنا بي اس في تي باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. الاتريال فلاتر هو الاتريوم بيضرب بريت عالي، بيكون 250 ل 350، الاي في نود بتعمل اصلا بلوك عادي، بس البلوك بتاعها بيكون ان ماثماتيكال فاشون بعلاقه رياضيه، يعني مثلا كل ثلاثة تنزل واحد، كل أربعة تنزل واحد، فبتلاقي بقى فلاتر، فلاتر اللي عاملة زي أسنان المنشار كده.
سو توز ذا ابيرنس، تلاقي ايه بقى، ها بي 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 كيو ار اس تي، بي 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 كيو ار اس تي، بي 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 كيو ار اس تي، وهكذا. واخد بالك؟ وده منظر بصراحه ما حدش يغلط فيه. ها دوت بتاع الايه، ها دوت بتاع الاتريال فلاتر. في تاك يعني الاوريجن اوف اريزميا بتاعنا هو الفنتريكل، هتبقى ريجولار وتاك كاردي الفنتريكل سريع جدا. طالما الفنتريكل هو اللي بيطلع الاشارات يا اولاد، انتوا عارفين الفنتريكل بيبان في ايه؟ الكيو ار اس. فتلاقي الكيو ار اس بتاعتنا مالها؟ تبقى ديفورمد، فتلاقي معاك ديفورمد كيو ار اس بالمنظر اللي انت شايفه قدام حضرتك ده. لما يكون عندنا ديفورمد كيو ار اس، ديفورمد كيو ار اس، ها وهو طبعا ريجولار وتاكي، دي ماشيه مع في تاك، يبقى اللي هم الاربعه ريجولار تاكي كارديا ما تنساهمش بقى. ها يا اما ساينس تاكي كارديا، يا اما بي اس في تي، يا اما اتريال فلاتر، يا اما فنتريكولار تاكي كارديا، كل واحده ليها الكلمه، والكلام ده اتقال في السكيم قبل كده. اهم واحد في الريجولار تاكي كارديا، وعلى فكره الاف مش لازم يبقى تاكي، يعني في حاجه اسمها سلو اف، يعني في كلمه اسمها سلو اف ساعات يحصل، يعني مش لازم، يعني مثلا واحد عنده هارت بلوك معاها، بياخد ديجيتاليز، بيتا بلوكر، الكلام ده. بتعرف ازاي؟ اولا هو بيبقى الريجولار اي سي جي، شايف المسافات متفاوته ازاي؟ الكيو ار اس نارو نورمال طبيعيه، البي ويف ابسنت. امال ايه الحاجات الباينه دي؟ دي اسمها فايبرولاتري ويفز، فايبرولاتري زي فايبرليشن ويف كده، يبقى البي ويف مش موجوده لكنها ريبليسد بحاجه اسمها فايبرولاتري ويفز. ولما يحصل كده اهو المناظر بقى كتيره. وعلى فكره اصلا من الحاجات اللي ايه المهمه جدا، مش بالضروره يبقى سريع. يعني بص هنا، هنا الاي اف على فكره، يعني بص يا دكتور مش سريع، بالعكس ده ممكن يبقى بطيء، بياخد بيتا بلوكر، بياخد ديجيتاليز، اسوشيتد معاه هارت بلوك. بس الشاهد ان هو الريجولار اي سي جي، الكيو ار اس نارو نورمال، البي ويف ابسنت سام تايمز ريبليسد باي فايبرولاتري ويفز. طبعا دي ممكن تلخبطك، ممكن واحد يقول لي دي شكلها يا دكتور سنام منشار اللي هي بتاعت الاتريال فلاتر، اقول لك بس ده ريجولار ولا ايريجولار؟ يبقى طالما الريجولار لا لابد ان انت تذكر ايه، انت كونك قلت ريجولار استبعد اصلا حاجه اسمها اتريال فلاتر من حياتك او من دماغك. يعني فنتريكولار اكسترا سيستول، طالما فنتريكولار يعني الكيو ار اس هيبقى شكلها ديفورمد. بتلاقي رسم القلب سميها الهبله في وسط اخواتها، رسم القلب ماشي طبيعي جدا، واحد اتنين هوبا جت واحده اكتوبك، خد بالك المسافه دي صغيره، الخبطه دي جت قبل الاواني، دخل القلب بعدها في ريفراكتوري بيريود، البيت الطبيعيه ما جاتش، فعمل لي حاجه اسمها كومبنساتوري بوز. يعني بص ادي بيت، ادي البيت الثانيه، دي بريماتيور بيت فولود باي كومبنساتوري بوز، يبقى دي بتاعه الايه؟ بريماتيور بيت اذا كانت طالعه من الفنتركل. لو كانت متكرره 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 ممكن تطلق عليها كلمه اسمها، يعني مثلا واحد دي اكتوبك، دي الطبيعيه دي اكتوبك، دي الطبيعيه دي اكتوبك. لو كانت ماشيه بنظام كده ده منظر قديم اللي هو ريجولار irregularity، ها كلمه اسمها بالساس بايجيني. ريجولار برادي كارديا ساينس برادي اهم حاجه، وكل حاجه طبيعيه بس بطيئه، شايف مسافات كبيره، ادي 1 2 3 4 5 6 300 على 6 يعني 50، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس، كل حاجه ماشيه طبيعيه، لكن كل ما هنالك انها بتبقى بطيئه شويتين، فالتشخيص بتاعنا هو ساينس برادي. نود الريتم يعني اصبحت البيس ميكر بتاعتنا هي الاي في نود، فالاشاره بتيجي من تحت لفوق. لما الاشاره بتيجي من تحت لفوق بتبقى البي انفرتد، او حتى تبقى البي ابسنت، ابسنت اهي، سواء كانت ابسنت او انفرتد المحصله واحده. طب هي انفرتد ليه؟ عشان من تحت لفوق. طب هي ابسنت ليه؟ ليه ابسنت؟ لان الاتريوم والفنتركل ربما في بعض المرات يكونوا هما الاثنين خبطوا مع بعض. الهارت بلوك عملناه بانواعه، ودوت السكيم اللي قدامكم في الكتاب، طبعا الصفحه دي بقى في الكتاب وشوفها، وانا شرحته على البورد، خد مننا حوالي 16 دقيقه.